اهلا بكم. التجميل ببريقه وجماله ورونقه الخاص جدا في واحده من اهم حلقاتنا على الاطلاق واكثرها علما واكثرها بريقا. التجميل في الوجه مهم جدا. عملوا حاجه لطيفه جدا، موقع من المواقع المهمه في عالم المتابعه للتجميل والشكل الجمالي، عمل تصرف انا اعتقد انه مش علمي لكن له اتراكشن، له جاذبيه معينه عند الناس اللي تابعته. بداوا يعملوا فوتنج، بداوا يعملوا تصويت على من الاجمل في العالم في اي شيء. فبداوا يجمعوا لقوا انه شعر شاكيرا هو الاجمل في كل شعور، وانه جبين جينيفر انستون هو الاكثر جاذبيه، وزقن ميجان فوكس اجمل دقن في العالم، والحاجب او الحواجب بتاعت كيت ميدلتون ده اجمل حواجب في العالم، والعينين بتاعت ميلا كونيس اجمل عينين في العالم، وانف بتاع ميرندا كير وده اجمل انف، والشفتين والخدود بتوع انجلينا جولي طبعا هما اجمل شفايف وخدود. طبعا لما نتجمع جمعوا ده كله على بعض، ادى وش انساني. طبعا الكلام ده برضو عليه رد علمي مهم جدا. هل شفايف، انا شايف ان التجميعة دي اديت وش واحدة مش حلوة، يعني في الاخر انا مش شايف ان دي حلوة قوي. الست البنت اللي احنا شايفينها دي كويسة معقولة، بس مش هي اجمل واحدة في العالم ولا احلى واحدة في العالم. وده له معنى مهم جدا، انه لو اتجمعت الاجمل هو الاجمل بالنسبة للانسان نفسه. الشفايف دي حلوه والجبين ده الخد ده حلو عشان على وش انجلينا جولي، على وش كيت ميدلتون، لكن لو احنا خدناهم وجمعناهم او حطيناهم على وش تاني مش هيطلع الاحلى. عشان كده التجميل مش ان انا اعمل حاجه شبه فلان او شبه علانه. التجميل هو نعمل حاجه اللي تصلح لك انت، اللي تنفعك انت. ده النهارده محور مهم جدا اكيد في حوارنا في الوجه ودقة التعامل مع الوجه والتعامل مع مشاكل الوجه. وطبعا شد الوجه واحد من الجراحات المهمة جدا اللي نتعرض ليها النهاردة. النهاردة يوم مهم جدا لأنه ضيف مهم جدا، قيمة علمية وجراحية هامة للغاية، واحد من السوبر ستارز عالم جراحة تجميل، ليس على مستوى المصري فقط ولكن على مستوى الإقليمي، بل اسم عالمي مميز للغاية ويجمع بين صفتين صعبين جدا. أولا المهارة الجراحية المتفوقة، ثانيا الأداء الأكاديمي الرائع للغاية اللي بيتميز به. الأكاديمية تعني الالتزام المطلق بالعلم، الالتزام المطلق بحرفية الكتاب. هذا هو المعنى المهم جدا. واحد من البارعين وطبعا الصديق والأخ العزيز، ويعني كما أقول دائما واحد من أيقونات عالم التجميل في العالم العربي، ضيف العزيز الأستاذ الدكتور حسام أبو العطا. في واحدة من أهم حلقاتنا على الإطلاق وأكثرها علما وأكثرها بريقا. في حاجة في علم جراحة التجميل سواء للوجه أو الجسم اسمها مقاييس الجمال. ما هو البوتوكس؟ كيف يقيم؟ يرجع الوش شكله طبيعي. أنا متحيز جداً 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 للطب في مصر. الحمد لله إن جراحة شد الوش مفيش حد مش محترف يجرؤ يقرب لها. الأستاذ الدكتور حسام أبو العطا، أستاذ جراحات التجميل طب عين شمس، زميل جامعة باريس فرنسا، مدير مستشفى الجميلة.
ضيف العزيز الاستاذ دكتور حسام بلاطة. اهلا بك يا دكتور حسام. اهلا بحضرتك واهلا بالمشاهدين. وحشوني بقالي كتير ما طلعتش مع حضرتك، ويعني انا سعيد بالحلقه دي جدا. ده انا اللي سعيد جدا اولا بانك انت النهارده بتشرفنا وبتدينا من وقتك الثمين. لكن خلينا نبدا الاول بالوجه. هل هناك مقاييس لجمال الوجه؟ طيب فعلا تسمح لي اعلق على المقدمه الرائعه؟ الله يخليك. طيب انا بعد المقدمه دي خلاص، انت قلت المحتوى العلمي بتاع الحلقه، انا هروح بقى خلاص، لان انت فعلا اوجست. القصه دي دايما احنا بنقولها للمرضى، تيجي تقول لي انا عايزه مناخير فلانه، انا عايزه شفايف فلانه، دايما بقول لها ايه؟ اختاري مناخير حلوه، تخيليها كده، هنشيل المناخير الحلوه دي نحطها على وش حضرتك مش هتطلع كويسه. لو اعتبرت ان مناخيري انا شكلها كويس، لو انا جيت حطيتها على وش حضرتك مش هتبقى متناسقه. في حاجه في علم جراحه التجميل سواء للوجه او الجسم اسمها مقاييس الجمال نفسها. طيب الجزء اللي انت علقت عليه في الاول ان انا بهتم بالناحيه الاكاديميه، بحكم ان انا استاذ في الجامعه، فقبل ما هبتدي الموضوع اسمح لي ادي نبذه عن تاريخ شد الوش. جراحه شد الوش يمكن الكلام ده العينين ما يعرفوهوش. اول مريضه عملت جراحه شد الوجه مريضه كانت المانيه اسمها اوجين هولاندرز، عملها جراح بولندي قعد يتحايل عليها شهور لدرجة انه دفع لها فلوس علشان يعمل لها العملية بتاعت جراحة شد الوجه. كان أول مرة يجربوا شد الوجه. فضل الموضوع يتطور في أمريكا 1901 اتعملت أول عملية شد وجه من الجراح البولندي ده. تزامن معاه الفترة دي الأمريكان طبعا يعني ممتازين في الجزء ده، كان جراح اسمه ميلر. ميلر ده ابتدى يعمل نفس التكنيكس اللي كان بيعملها الجراح البولندي، وكانت التكنيكس دي بتعتمد كلها من سنة 1901 لحد 1960 على شد الجلد فقط. هو ده اللي كان متاح في التركيب التشريحي اللي الناس عارفاه في الستين سنة دول، ان هو كل اللي عارفه عن التهدل لما يحصل تهدل ان انا اشد الجلد. لحد ما جه جراح فرنسي اسمه بول تيسيه سنة 1960، هو اللي شرح التركيب التشريحي بتاع عضلات الوجه وازاي بيحصل الترهلات وايه اللي نعمله في شد الوش عشان نتجنب قصة الجلد. جراح الفرنسي دون اللي هو بول تيسيه كان معاه راجل اسمه دانيال مارشاك. دانيال مارشاك ده انا بدين له بكل شيء. ده اللي هو الاب الروحي بتاعه. ده دانيال مارشاك ده انا سافرت له في 2006 قعدت شغال معاه فتره. وده كان معظم المرضى اللي كان بيعملهم ملوك رؤساء فنانين اجانب العالميين. الاسم الاشهر في الوقت ده. كان هو الاشهر. ربنا يرحمه، مات من 3 سنين حاجه زي كده. دانيال مارشاك ده احنا واحنا نواب واحنا صغيرين لما كنا نتفرج على شد الوش مع اساتذتنا ويقول لك داخل نعمل شد وش، وطبعا كان الريت بتاعها قليل جدا، يعني ممكن حاله في الشهر تيجي للاستاذ ده عشان تتعمل، وتلاقيه متنشن وخايف على العصب والعنه تقول له العصب السابع. اي حد في الشارع لحد دلوقتي تقول له شد الوش يقول لك العصب السابع، الشعب الناس العاديه يقول لك العصب السابع. وكنا فعلا واحنا بنساعدهم واحنا صغيرين ونتفرج عليهم وهم شغالين تلاقيه يعني الجو كله متوتر وماسك الانسجه وقلقان وهقرب من العصب مش هقرب من العصب، لحد ما سافرت للراجل ده ولقيته بيشتغل شد الوش اكنه بيعزف بيانو. لدرجه انا استغربت يا ربي هم الناس دي ما عندهاش عصب في وشها ليه؟ هو ماشي ماله شغال بسلاسه كده داخل ما بين نسيج لنسيج لنسيج عمال يسلك ويشد ويعمل يعني اكنه بيعزف سيمفونيه بالظبط. فالحمد لله انا كان يعني الفضل بعد ربنا ان انا اتعلمت من الراجل ده التكنيكس بتاعت جراحات شد الوجه. طيب سمعتها جراحه شد الوش من العمليات اللي نتائجها ممتازه بس سمعتها وحشه. ليه سمعتها وحشه؟ سمعتها وحشه نتيجه للستين سنه اللي كانوا بيشتغلوا فيها يشدوا جلد فقط، فانت الجلد هتشده مره اتنين التالته مش هيستحمل، هيديك المريضه هتفقد تعبيرات وشها. لما درسنا بقى التركيب التشريحي وفهمنا ان العجز مش من الجلد، العجز ده بيجي من العضلات، تعرف الوش فيه حوالي 28 عضله. احنا زمان في الكليه لو تفتكر ايما كنا بندرس ان الوش عباره عن جلد تحتيه حاجه اسمها سبكوتينيوس تيشو. السبكوتينيوس تيشو ده بقى اكتشفنا ان في حاجات كتير جدا، في حاجات اسمها عضلات 28 عضله وفي حاجه اسمها اربطه. انا عندي العضله كده عندي الجلد كده وفي اربطه ما بينهم ماسكه الجلد ده علشان ايه؟
ما يوقعش اللي هي الدعامات. اللي بيحصل ايه يعني ليه الوش ده سؤال مهم. هو ليه الوش بيعجز؟ ليه بيحصل ايجينج؟ يعني ايه السبب؟ السبب عوامل كتير. نمرة واحد، وراثيا. في ناس وراثيا تلاقي البنت شبه مامتها، الحته دي بتعجز الاول عند مامتها، هتلاقي بتعجز عندها الحواجب، بتعجز الجفون، الكلام ده هتلاقي ده جزء وراثي. جزء تاني انفايرومنتال، البيئه نفسها المحيطه. انا بتعرض لشمس، ما بتعرضش لشمس. الناس اللي بتحب تقعد تعمل تان دول بيعجزوا بدري، خلي بالك. بناكل اكل صحي ولا لا؟ بنلعب رياضه؟ في ستريس ولا لا؟ بندخن ما بندخنش؟ بنشرب ميه كتير؟ اللايف ستايل بتاعتنا عموما هي اللي بتاثر ان يحصل الايجنج ده. هيحصل ازاي الايجنج، او تحصل ازاي عمليه العجز دي؟ هتحصل ان الاربطه اللي ماسكه العضله بالجلد بتفقد المرونه بتاعتها، حاجه اسمها الاستيك فايبر اللي ماسكاها اللي شداها. الاربطه دي بتفقد لو انا ما بتغذاش كويس، لو انا بتخن وبخس، والاسباب الكتير اللي انا قلتها. يبتدي الجلد يتهدل، يبقى المشكله ما حصلتش عندي في الجلد، الجلد ما حصلوش حاجه، المشكله حصلت فين؟ حصلت في الاربطه اللي ماسكه الجلد وفي العضله اللي تحتيها. يبقى انا زمان لما كنت افتح اشد الجلد بس انا ما عالجتش السبب، فضل الاربطه اللي تحته وفضلت العضله زي ما هي. تيجي معانا بعد سنه بالظبط او اقل من سنه تلاقي رجعت تاني التجاعيد بتاعتها، تقوم رايحه شده ترجع تاني تشد. الجراح ما كانش عنده الا التول دي يشتغل عليها. ننتقل بقى الى الاساليب غير الجراحيه، احنا اللي هي واحده لسه مش محتاجه، فنلجا الى البوتوكس. ما هو البوتوكس؟ كيف يقيم؟ كيف يعمل؟ ما هي مناطق عمله دلوقتي؟ طيب البوتوكس هو انا بعتبره من احسن الاختراعات او الادويه اللي حصلت في القرن العشرين والواحد والعشرين. البوتوكس هو علاج سحري لتجاعيد التلت الاعلى، ال11 لما كشر يبان 11، ارفع حواجبي لفوق الخطوط اللي بالعرض، لما اضحك تبان الخطوط اللي حوالين العين، زائد البوزيشن او المكان بتاع الحاجب نفسه. هو بيعمل اربع حاجات بطريقه ممتازه. تمام، يفرد الجبهه تماما، يفتح المنطقه اللي هنا. البوتوكس هو دواء تاثيره بيبان تقريبا بعد اسبوع ل 10 ايام، وبيقعد شغال مع المريضه من لو راجل 3 شهور كبيره، لو سيدة من 4 لـ6، ما بيقعدش أطول من كده. إيه الفنيات اللي في البوتوكس؟ اختيار مكان العضلة. أنا لسه بقولك الوش فيه كام عضلة؟ 28. هنا مشكلة البوتوكس بقى في إيه؟ مشكلة البوتوكس إن هو لو اتحقن في عضلة غلط، أوحش حاجة بنشوفها إيه؟ إن العيانة جفنها وحواجبها يقع، صلاة توزيس. مشكلة سقوط الجفن، يعني تبقى جايه تحقن قبل فرح بنتها ولا ابنها، واخد بالك، وبعدين ايه تاخد في مكان غلط فتقوم عينيها تهدر الفرح وهي تلغي الفرح. قرصان الفرح القرصان الرهيب. فهي في اماكن معينه بنحقن فيها بوحدات معينه، برضو الوحده ما ينفعش، يعني الجرعه بتاعت الدواء نفسها لازم تبقى محدده، يبقى مكان الحقن والجرعه بتاعه الدواء، زائد الاحتياطات اللي بقولها للمريضه بعد البوتوكس، اللي هي في شويه احتياطات كده لازم تاخد بالها منها لمده 4 ساعات بعد البوتوكس. عظيم. البوتوكس بقى يشتغل في اماكن جديده مش متعرف عليها. كويس. البوتوكس بيستخدموه حاليا او بيسوق له ان انا هستخدمه في الرقبه. كويس. استخدامه في الرقبه قليل جدا 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 جدا، لان مشكله الرقبه، ودي برضه هنتكلم عليها، التهدل اللي بيحصل في الرقبه. انا مشكلتي في الرقبه ايه؟ هل هي جلد؟ ولا هل هي عضلات؟ ولا هي في العظم بتاع الفك؟ ولا هل هي في الغده التحت اللعابيه اللي هي بتاعه تحت الفك؟ الكلام ده برضو اللي هيحدده الجراح، مش اي عينه داخله تقول لي تكون رقبتي مترهله او محقنها بوتوكس وفيلر. انت لازم تشوف هو ايه الباثولوجي عشان تعالجه، ايه السبب، ايه اللي حصل للمريضه دي. مش اي عين داخل خد بوتوكس. يعني في ناس بتستفيد من البوتوكس في الرقبه اللي هي جلدها كويس، عضلاتها كويسة، لكن في شوية خطوط رفيعة في الرقبة، فدول يستفيدوا. الفيلر، ماذا حدث وجعل الفيلر ينقلب من مجرد مالي إلى شيء رائع جدا؟ ماشي. الفيلر قفزة كبيرة. الفيلر من الاختيارات الممتازة أمام جراح التجميل في علاج التجاعيد الثابتة. التجاعيد الثابتة أشهر حاجة لاستخدام الفيلر الخطين اللي هم النيزو ليبيال، أو خطوط رفيعة في الوجه أو لملء الشفايف. في الاستخدامات دي هو رائع وممتاز. ممكن أستخدمه إن أنا أحقنه في الخدود، لكن أنا أفضل في الخدود الحل البديل بتاعها الأحسن هو حقن الدهون.
ده لا يعلى عليه. هل هناك يعني تقنيات حديثة مع الفيلر ولا ما زالت هي تقنيات؟ التقنيات كلها ليها علاقة بالتكنولوجي بتاع الشركات في طريقة تصنيعه. طريقة الفيلر عبارة عن مادة اسمها هيالورونيك أسيد، ده مكون من مكونات الجسم الطبيعية، مادة سكرية. المادة دي لما بتتحقن في الجلد بتمص مية، بعد شوية المية دي بتدوب السكر الموجود، فعشان كده بتروح. وده الفيلر الطبيعي، أرجوكم ما تستخدموش فيلر صناعي، أرجوكم ما تستخدموش فيلر صناعي، لازم يكون فيلر طبيعي. الشركات بتعمل إيه؟ بتعمل حاجة اسمها كروس لينكينج، بتخلي الجزيئات بتاعة المادة بتاعة الهيرونيك أسيد دي متماسكة في بعض أكتر، وهو ده اللي بيميز منتج عن التاني، إن هو يقعد فترة أطول في الجسم. الفيلر ما هي الأخطاء التي قد يرتكبها البعض غير إن نحقن صناعي؟ غير ان احنا نحقن صناعي، التكنيكس نفسه، يعني ان انت لما تيجي تحقن هنا تعلم تبقى بارز، ما تحقنش في الليفل المظبوط، ما هو انت ليها ليفل معين، هو انت تحقنها في انهي طبقه من طبقات الجلد. لو حقنتها تحت خالص الفيلر ضاع وضاعت على العين الحقنه وما جابتش نتيجه. لو حقنتها سطحي قوي هي علمت وفضلت معلمه معاها 6 شهور لحد ما يختفي الفيلر، فلازم تتحقن في المكان المظبوط بتاعها. تعالوا نشوف سؤال لهاني عفيفي فيما يتعلق ب تجميل الوجه، تعالوا نسمع مع بعض. المنتديات النسائية على الانترنت مليئة باقتراحات واجتهادات لمعالجة التجاعيد وترهلات الوجه من قبيل شد الوجه بطريقة طبيعية. على سبيل المثال للحصر هنلاقي ماسك عصير الطماطم الطازجة ومكعبات التلج مع ماء الورد، ماسك الزبادي والخيار، ماسك بياض البيض مع السكر، الموز مع عسل النحل وزيت الزيتون، ماسك الكركم، ماسك اللبن والفراولة، ماسك الحليب والكاكاو، ماسك البطاطا والتفاح. الحقيقة إن الزمن ما بيضحكش عليه ولا بكل محتويات المطابخ، وإنه تجاعيد وترهلات الوجه مسألة حتمية بيوصلها كل إنسان، وإن حلها العلمي دلوقت هو إجراء طبي تجميلي اسمه شد الوجه. فليه كتير من الستات بتهدر وقت ومجهود وفلوس في مثل هذه الوصفات؟ هل عملية شد الوجه صعبة أو مخيفة أو مكلفة إلى هذه الدرجة؟ أكيد أكيد بتشوف برضه كتير بيشتغلوا في المطبخ طبعا، وفي ماسك الموز باللبن برضه وجوافه باللبن لا وفي رمضان في خشاب. هو للأسف طبعا يعني أصل أنا بسمع الكلام ده كتير، يعني مفيش حاجة في تشد الوش بالحاجات دي، مفيش ولا الكريمات يا جماعة ولا الكريمات. الكريمات ما بتشدش تجاعيد، الكريمات بتدي نضارة لكن ما بتشدش البقع، إنما ما تشدش الوجه خالص. هل عملية شد الوجه مكلفة سيئة؟ بالمقارنه ببره ببلاش، مش بفلوس ولا حاجه، مش بفلوس يعني. ودي السياحه العلاجيه اللي لازم نستفيد منها، ودي السياحه العلاجيه فعلا. احنا معظم عيننا عرب يعني وبالنسبه لهم هنا والتقنيه هنا احسن من بره طبعا. احسن انا متحيز جدا 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 للطب في مصر، طبعا جدا الطب في مصر. احنا عندنا جامعات عريقه بقالها توصل ل 100 سنه مخرجه اساتذه مفيش زيها في المنطقه العربيه، وخصوصا مفيش زيها في المنطقه في الطب طبعا. التجميل من الحته الطب كمان هنا عندنا قوي جدا جدا جدا, جداً. ومصر من الدول اللي هي منطقه جذب مهمه للسياحه العلاجيه. الدهون ليه بتحبوها دلوقتي قوي؟ طيب الدهون دي برضو من الاختراعات في التجميل اللي اثرت جراحه التجميل، اللي اكتشفها دكتور امريكاني اسمه سيدني كولمان في التسعينات. الراجل ده لسه عايش لحد دلوقتي. حقن الدهون اخر لنا السن بتاع شد الوش، لان انت عندك في مشكله لما بعجز، انا لما بعجز بيحصل حاجتين، الجلد والعضلات بيقعوا، وفي حاجه تانية مهمه ان الوش بيفضى، فقد جزء من الفوليوم بتاعه. طب انت لو شديت واحده رفيعه هتعمل ايه في الفوليوم؟ هتعوض الفوليوم ازاي؟ يبقى تعوض الفوليوم بحقن الدهون. فاذا في حاجات ما بينفعش فيها الا حقن الدهون. زائد ان حقن الدهون امن، بتعيش الخلايا الدهنيه، بتعيش الخلايا الدهنيه ما بتقعدش فتره وتموت. اتحقنت الخلايا الدهنيه في الوجه او في الهانش او في الايد او في اي منطقه، لو التكنيك كويس والخلايا عاشت بتفضل موجودة مع حضرتك، تتخني بتتخن معاكي، بتخسي بتخس معاكي. فالدهون بنستخدمها في الجروح، ندبات بتاعة الوجه، بنستخدمها في النضارة، دهون بنسميها internal makeup. الخلايا الدهنية على الجدار بتاعها مستقبلات هرمون الأنوثة الاستروجين، فلما تحين تحت الجلد تخلي الوش بيلمع، وفي نضارة ومستمرة.
هي يعني معناها زينه داخليه، زينه داخلي. مش مكياج خارجي، هو مكياج داخلي. رائع جدا جدا. طب عايز اروح ل حته مهمه قوي وهي الجفون، بما ان احنا شفناها الجفون من العمليات اللي بنقول عليها عمليات المليمتر، صح؟ مظبوط. عايز دقه. طيب الجفون، عندي جفون علويه وجفون سفليه. الناس نتكلم على الجفون العلويه الاول. الناس اول حاجه لما بيحس ان هو جفونه العلويه فيها جلد زياده، هو مش واخد باله ان المشكله مش في الجفن العلوي، المشكله في الحاجب. الحاجب وقع من مكانه، مش الجلد زاد. الجلد عندك لسه ما زادش، انت ما وصلش لسن 70 80 عشان الجلد يزيد. اللي بيحصل ان الحاجب بيقع، وهو ده الناس مش واخده بالها منه. طيب لما الحاجب بيقع بيديني حاجه اسمها تايرد لوك او ايجينج لوك. لو انت بصيت عليا، انا الحمد لله لسه حواجبي ماسكه وما حقنتش بوتوكس، ما عملش حاجه. لو انا نزلت ده لتحت كده 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 هيبان كده، هيبان ان انا كبرت في السن وشكلي تعبان. وهو دي الشكوى اللي يجي يقول كل ما حد يبص لي يقول لي هو انت شكلك تعبان ليه؟ انا مش تعبان، انا كويس، بس الحاجب وقع قفل على العين. اذا هنا انا مش هعالج الجفن العلوي، انا هعالج الحاجب، هرجع الحاجب مكانه بعمليه اسمها شد جبهه بالمنظار، هنتكلم عليها. الجفن العلوي عادة لو في شوية جلد بيبقى فيه ملي 2 ملي زيادة بنشيلهم مع جزء صغير من الدهون الداخلية. نيجي بقى للجفون السفلية. الجفون العلوية عملية سهلة جدا جدا جدا، بسيطة، دكتور مبتدئ يقدر يعملها بكفاءة زي أستاذ كبير. نيجي للجفون السفلية، عملية صعبة من الناحية التقنية جدا جدا جدا. أنا بشتغل فيها على الجلد، بشتغل على العضلات، بشتغل على الدهون. مش الملي، الفراكشن اوف ملي فيها او جزء من الملي فيها لو اتشال زياده بتحصل كارثه، ان الجفن يقلب لتحت، وده بيبقى علاجها صعب جدا. بس برضو احب يعني ابشرك ان مفيش حد بيقدم على جراحه الجفون وهو ما بيعرفش يشتغلها. مش هتروح الدكتور وتقول له شد لي جفوني وهيقول لك حاضر، هو ما بيعرفش يشتغلها لان هي تكنيكلي صعبه. وناس قليله اللي متخصصين فيها بيعرفوا يعملوها بمهاره. مليمترات. كان دايما الله يرحمه دانيال مرشاك يقول لي لما كنا نعمل الجفون السفليه دي وهو بيقص الجلد، يوم ايه هو سي مثلا قاس 2 ملي عايز يقيسهم، يوم قاصص ملي ونص، اقول له ليه ما بتقصش ده؟ كان دايما ليه مقوله مشهوره يقول لي less is better than more. لو المريضه بقت satisfied او مبسوطه بنسبه 85 90% احسن ما احاول ارضيها 100% وتطلع مشكله، وتطلع الهيلينج بقى. ما هو احنا بعد ما بنقص ونخيط في حاجه اسمها الهيلينج بروسيس او عمليه الاستشفاء. كل جسم بيختلف عن التئام، كل جسم بيختلف عن الجسم الثاني. ممكن وهي بتلتئم الجلد يقلب لتحت. طيب ايه هو البيبي فات؟ ده موضوع مهم جدا. البيبي فات. الاطفال الصغيرين مش بتلاقيهم تشابي كده؟ دول تخان من هنا كده ونقعد نمسكهم كده ونلعب فيهم. عندنا ناس برضو كده. الحته دي اسمها باكل باد اوف فات. باكل باد اوف فات المفروض كل ما بنكبر كل ما حجمها بيقل. عند بعض الناس ما بتقلش وبتدي التدويره بتاعه الوش، تحس ان هو تخين من هنا. لو انا عايز الوش مسحوب، طب هعمل ايه عشان ابقى مسحوب؟ احقن شويه دهون فوق هنا، ماشي، بس ستيل لو انا حقنت دهون هنا وده عالي برضو خلى الوش مش مظبوط، مفيش فيه السحبه. اذا هنا انا لازم اشيل اللي بنسميها البيبي فات او البكل باد اوف فات. ودي عمليه سهله زي ما احنا شايفين، تعمل ببنج موضعي، المريضه صاحيه اللي قدامنا دي، فتحه صغيره بمخدر موضعي اهي. بعد ما افتح الفتحه دي هتلاقي وادوس عليها هتلاقي الدهون طلعت. الكوره الصفراء الحلوه الجميله دي، العمليه ما بتستغرقش 3 دقائق في كل ناحيه. والوش يتسحب. بدل ما تقعد تعمل ميك اب عشان تعمل السحبه. صعب يتعمل السحبه في الوش المنتفخ. خلي بالك العمليه دي تبدو سهله، لكن انت عارف هنا انا معدي على ايه؟ على عصب السبع. معدي على العصب السابع بالظبط. عصب السابع. الباكل باد اوف فات دي تحت العصب السابع تقريبا. ده بس عمليه اول عمليه جميله. ودي يعني ممتاز. واول بص اول ما بفتح الفتحه وادوس يطلع الاصفر ده ببقى مبسوط، يعني ديك احساس خلاص، يعني انت وصلت للهدف بتاعك. وهو كتله واحده متصله. هو كتله واحده. هي كوره. كوره. زي ما احنا شايفينها كده. وتخلص العمليه تمام في دقائق.
وتتخيط الجزء مكان الفتحه اللي في الجام دي او في اللا دي بناخد غرزه واحده كده خلاص. والنتيجه بتاعت العمليه دي بتبان ايميديت يعني لما الورم يعني يختفي في خلال اسبوع 10 ايام بيبان النتيجه على طول ان شاء الله. على ناحيتين على ناحيتين, ناحيتين بنفس الدرجه على ناحيتين بنفس الدرجه اه بنفس الدرجه طبعا اه ما فيش اي فرصه ان ناحيه تبقى اعلى لا من لا ناحيه لا لا لا. تمام. في اي سن تعمل؟ بداية من الثلاثينات بتبقى اللي بيحبوا يعملوا سحبة الوش دي من الثلاثينات بنعملها يعني مش مرتبطة بالعجز دي لان دي ملهاش علاقة بالعجز او الترهلات خالص دي علاقة برسمة الوش احنا بس. عاملين يعني عاملين دايرة على الجزء اللي لازم يرجع لجوه صح ايوه بنرسمها من بره كده وهي ليها مكان لاند مارك معينة من جوه اللي بفتح عليها علشان تطلع على طول وادي أيوة. الجزء الفات جتلتين الفات عايز اوريك صورة قبل ما نمشي النهاردة واسمع تعليقك عليها تعال نشوف الصورة الاولى اللي منتشرة وناس كتير بتؤمن بيها في صور في دماغ الناس يعني وعلى الفيسبوك والسوشيال ميديا كتير شوف الصورة الاولانية كده صورة يعني لطيفة خالص وظريفة ديت للانف تبص تلاقي يقول لك ايه تصغير الانف بالجهاز انا بس دايما هم ايه الجماعه اللي هم خبراء التجميل اللي بيطلعوا من الافاقين والناس بتوع الكريمات والحاجات دي كلها بعدوا عن الانف والله لان الانف فعلا مفيش حاجه بتصلحها غير الجراحه بس ما سمعتش عن حد جالك قالك انا جبت جهاز وبحاول اصغر هو انا سمعت عن الجهاز بتاع تكبير الثدي وتكبير المؤخره وتصغير ورفع والانف ده انا بصراحه ده اول مره اشوفه ده حاجه كوميديا خالص ده اوفر كوميديا بس للاسف في ناس بتصدق في ناس للاسف للاسف احنا دورنا ان هم يعني نعلمهم علشان ما يقعوش فريسه يعني انت النهارده اسعدتنا وشرفتنا ووجودك معنا اسراء كبير جدا للدكتور اسراء كبير جدا للثقافه المصريه في عالم التجميل حوار مع واحد من اصحاب المقام الرفيع والطراز الاول ده شيء يسعدني جدا شكرك. جدا ويعود بي بذكريات ويحسسني ان السنين مرت بسرعه شديده جدا 12 سنه مروا على اول لقاء يا معنا في الشكل التنويري لعالم التجميل لكن ما شاء الله يعني زي ما انت بعد ان شاء الله بيض نورتنا دكتور شكرا شكرا الصديق والزميل العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور حسام بلاطه استاذ جراحات التجميل بكليه الطب جامعه عين شمس وزميل جامعه باريس بفرنسا ومدير المستشفى الجميله هذا الصرح الرائع جدا كان ضيفي في واحده من ارقى الحلقات واكثرها علما وتنوعا في الدكتور خليكم مع الدكتور